رحمه الله تعالى: وينتفع الميت من عمل غيره بعد موته بأمور. قال: دعاء المسلم له، ان انت تدعو لأخيك الذي مات، او لصاحبك او جارك او جارك الذي مات، ان انت تدعو له ينتفع بذلك. واظن ان احنا ذكرنا الموقف اللي هو حصل معايا، ان واحد مره بيسألني على حلم او رؤية، يعني ان هو شاف عم ليه توفي ورآه في الرؤية في هيئة حسنة، شافه كده حلم بيه، شافه في الرؤية ايه، فوجده في هيئة حسنة. فبيسأله: ايه يا عم انت عامل ايه؟ فقال له: يا ابني والله ده انا كنت في مكان وحش، كنت في مكان صعب، ما طلعنيش منه لا دعوة واحد انا ما نعرفوش، دعوة واحد ما يعرفوش، واحد دعاه، ممكن يكون واحد شهد الجنازة ودعاه ربنا تقبل منه، ممكن يكون واحد ذكر امامه فدعا له فتقبل الله عز وجل دعوته. فلذلك لا تستهين بالدعوة لغيرك من الأموات، لو ليك حد ميت ولا بتاع ما تستهنش بالدعوة ليه، لأنها قد تفرج عنه كرب هو فيه. هذا الرجل يعني رأى عمه وقال إن هو كان في حالة صعبة وحالة شديدة جدا، ولما جاءته هذه الدعوة من رجل هو لا يعلمه فرج الله عز وجل بها عنه ما هو فيه. فأنت لا تستهين، فالإنسان ينتفع بعد الموت بدعاء غيره. طب ده يدلك ان انت تعمل ايه؟ ان انت تحاول انت تستكثر من الاصدقاء الصالحين. ليه؟ لان محدش هيفتكرك بعد الموت اللي هم. انت لو صحابك ناس مش تمام، اول ما بتموت بيعيش حياتهم عادي خالص، وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ فلان لما تذكر اسمه فين وفين، حتى ممكن ايه، الله يمسيه بالخير، الله يمسيه بالخير، دي تعمل ايه؟ ايه يمسيه بالخير دي؟ حتى ما يدعيلكش دعوه حلوه مثلا: اللهم فرج عنه، اللهم وسع عليه قبره، اللهم ادخله الجنه، اللهم اعلي درجته. لا، الله يمسيه بالخير. يمسيه بالخير ده هيعمل ايه؟ طيب يمسيه بالخير. فانت تحاول انت تصحب الاخيار لعلك تنتفع بدعائهم بعد الموت. يبقى اول شيء ينتفع به الميت دعاء المسلم له.